قام محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فريسال مينا البحسني بزيارة تفقدية إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. إحصائيات وأرقام ومضبوطات وتقرير إحصائي لقضايا المخدرات خلال العام الجاري تكشفه إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، حيث بيّن التقرير أن إجمالي المضبوطات بلغت نحو 57 كيلو جرام من مادة الحشيش و95 حبة كبتاجون و804 من الحبوب المخدرة المتنوعة. هذه الإنجازات التي تحققت دعت محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فارق سالمين البحسني للقيام بزيارة لإدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت بمدينة البوكلا. قمنا بهذه الزيارة نظرا للنجاحات التي تم تحقيقها هذا القسم، خاصة يوم أمس. أريد المواطنين يعرفوا أن قسم إدارة مكافحة المخدرات قامت بعمل كبير جدا وتمكنت من إلقاء القبض على عناصر وعلى مواد أيضا من هذا النوع. المحافظ طاف بأقسام إدارة مكافحة المخدرات مستمعا من مدير إدارة المكافحة المقدم عبد الله الأحمدي إلى شرح حول سير العمل في هذه الأقسام، ومتعرفا على المضبوطات من المخدرات والحشيش والحبوب المخدرة التي تم ضبطها مؤخرا من قبل رجال المكافحة. أيضا أريد أن أوجه الجميع أن المجتمع يجب أن ينتبه لهذه الأمور، ويجب هذا مكافحة المخدرات آفة كبيرة ولن ننتصر عليها بهذا القسم، ولن ننتصر عليها بالأمن ولا بالجيش ولا بالشرطة ما لم تتضافر الجهود في الجامعات، في المدارس، في المؤسسات التعليمية الأهلية، المجتمع، العقلاء، رؤساء اللجان في الأحياء، الجامعات أيضا، علماء الدين في المسجد في كل مكان. هذا الآفة يجب أن يتم التصدي لها بشكل واسع وبشكل منظم ومنهي. وفي العام المنصرم كانت إدارة المكافحة قد ضبطت نحو 16 كيلو و848 جراما من الحشيش و14723 حبة مخدرة متنوعة، فيما بلغ عدد مصانع الخمور المضبوطة 13 مصنعا. الزيارة التي قام بها محافظ حضرموت لإدارة المكافحة ستكون مردود إيجابي ينعكس في تحفيز إدارتها ومنتسبيها من الضباط والصف والجنود، وعرفانا بالنجاحات التي حققتها الإدارة والعمل الكبير في ضبط المتعاطين والمروجين.